انا ما عندي لا مخبز لا حانوت. يلا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. قربت. الأخ الكريم شفناك هنايا وشفنا يعني هاد الحوايج ديالك ياك؟ واه ديالي أخو. هضر لنا شي شوية على المشكل ديالك. أخويا كنعاني. الفقر. الطلبات مرفوضة. تقهرت. أنا 66 عام في عمري. ماشي باقي صغير. ماشي باقي شاب نكافح. انا عييت تدبرت عييت بالصبر عييت بكل شيء كنغامر كنتركب بالضروبه بالزناقه نبات نخدم ندير اي حل ولكن قهرت اخويا 66 سنه ما عطاونيش حقي اخويا وكي غادي ندير اخويا كي غادي ندير انت شنو رحمتي في الله والناس الزينين والملاح اللي دولة هبه ملكيه كعمره حاشك الروينه مش حشومه عار 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 على المسؤولين عار والله الا عار بالله دابا انت كدير تجاره هنا شفنا عندك هنا شي كندير تجاره يومين ما بعتش درهم لا يومين وانا تما درهم لا ما كاينش اللي جا قال لي المعلم عطينا حلوه نفطر ولا عطينا حلوه بحال مكروه ماشي انسان حيوان بقر ماشي بشر عندك الاولاد عندي الاولاد اخويا الاول مات ليا وعندي بنيه 6 سنين راه غوت لها تصور معايا غوت لها عيط ليها اسماء اجي واش الحوايج ديالك هادو كلشي ديال اخويا كلشي ديال تاعو دوك اللي مفرشني كيتباعو ديالو نبيع حوايج باش نخلص الكرا اجي انا اجي ما عنديش 66 عام في عمري ما لقيت قدر ما لقيت اجي انا اللي يعاونني ولا اللي الو بوحدي تدبرت واش هادي بنتك؟ بنتي هادي اخويا قول له سميتك اسماء هضر مع عمك قول له ارباح اسماء هادي كتقرا المدرسة؟ كتقرا المستوى الأول. المستوى الأول. واه. شنو الطلب ديالك؟ الطلب ديالي المحل. الطلب ديالي هو المحل لوكال أولاً في الصقر. تعييت من المغرب كله 20 عام ديال الجولة. 20 عام عرفتي شنو هي 20 عام؟ و 12 عام في هذه البلاد هي 32 وأنا صابر. كندير لي دوموند كيترفضوا ليا. ما عنديش الزرقاء ما عنديش الورقة 200 درهم ما عنديش وما كانت عندي اللي عنده هو شاد 3 4 5 لداخل نعم شاد الفوق شاد لتحت اللي ما عندوش عالي تكركب سير بحال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا منكر هذا رهيبة ملكية ماشي عاطيها شي واحد اللي كيعطي الرئيس هو اللي باني هذا الشيء ولا عاد كيعطي الكرا نكري نعم نخلص الواجب ما عنديش مشكل ولكن باش
نتقهر ونترفض مره غير ممكن اخي غير ممكن. المواطن راه ديزون كاتر ما كان جور اون سيت جو بارل لونغ فرونسي تي سي نعم ما ذكرت ديزون كاتر ما كان جور اون سيت لا لين دو فرانس خط دفاع ارمي ارتيوري اوبيراتور ترانسميسيون ديزون كاتر ما كان جور وصحراء وجيت انا لبلادي وتقهرت انا وري اغلي انا ماشي غربي منش من لا وري اغلي سناده وجدي وبويا اما انا ما زدتش في هذا الارض وما كبرت مع هذا القوم كبرت مع العرب مع العرب اللي كيهضروا العربيه كنهضر عربيه واخا والدي امازيغ فهمت ولكن تقهرت اخويا تقهرت 20 عام الجوله كنتكر من مدينه لمدينه ما خليت الرشيديه ما خليت برقم ما خليت خنيفره ما خليت بني ملال ما خليت اسفي ما خليت بنقرير ازيلال كازا اسفي فين كتبات حاليا فين كتبات كنشوف انا الحوايج ديالك كاملين كنشوف كنبات هنا حاليا باش نعطي النظره لهاد المسؤولين انا باتيسي وطلبتهم حاشاك بعد خدمه في النظافه ديال الشوارع الزنقه نخدم في الكرفي رفضوني درت طلب الشركه قالوا لي انت كبير انت مشيتي في العمر شحال في عمرك دابا 66 سنه طالع بعد العام 22 بديت في 66 حشومه انا خدمت لارمي ما عطاني خدمت اي حاجه ما هذا هو مكتب ولكن باش نتقهر في بلادي راه عار وحشومه وكيعرفوا غير الزرقاء ما كيعرفوا الفلوس الدرهم اللي ما عنده درهم يلقى لهم يمشي يتكركب وبنتك حاليا كتقرا في المدرسه اش المستوى ديالها؟ المستوى الاول عاد دخلت اخويا الله يكثر فيك حشومه انا تقهرت اخويا تهديت عييت وكبرت ما بقى لي جهد. ما عندك شي ولد كبير؟ ما عنديش اخويا اللي عاونني نهائي الا الله. عندك الله سبحانه وتعالى. الا الله سبحانه وحده. عندك الله. باش نختموا هذا الفيديو اخواني المشاهدين كما كتشوفوا يعني السيد كيتكلم بالحرقه يعني على المعاناه ديالو. وراه هذه نعم. وراه هذه طاحوا للمره ثلاثه عانيت. عانيت في السبيطارات عانيت في الحسيمة سيرادي لادي ولا ما نادي في السبيطار ثلاثة وراها هي طاحوا لي تعذبت ما خليت تحليلات ما خليت هادي راه اخويا ربي اللي عاس بيا غنعطيوها شي كلمة حتى هي اخويا تهضر معاك راه عندها الفصاحة حتى هي تكلم سميتك البنتي؟ اسماء هضري علينا هذا الشيء اللي تيقول له لباباك هاد المعاناة وهاد المشاكل اللي عايشوه بابا كيفاش كتقول تقولي لنا انتنا في قول الله يسهل عليه قلنا شي حاجه يسهل على بابا وعليا يسهل على بابا وعليا صافي بنتي بارك فالله هو اللي ينصرك ان شاء الله انا مت ليك الله وبغيتي تواصلي الدراسه ديالك ايه تواصل ان شاء الله ان شاء الله شنو بغيتي تولي في المستقبل ان شاء الله دكتوره ان شاء الله معلمة يلا ان شاء الله نتمنى ذلك ان شاء الله بنتي ان شاء الله جزاك الله خير الله يرحم الوالدين يعني برد شويه الفقع بعدا على قلبي لله يعني ان شاء الله يكون خير مشارجي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله نخليوك الاخ الكريم مشاهدينا الكرام نخليكم في هذه يعني الاجواء اللي عشتوها مع هذا السيد ما ذكرتيناش بالاسم ديالك أرباح محمد اللي من المواليد 1956 من المواليد هذيك المنطقة ديال سنادة و 1956 نعم بزي نعم لا إلى هنا يعني نخليكم على إلى فرصة قادمة بحول الله ونتمنى المسؤولين أنهم يعني يستمعوا لهذا السيد ويحاولوا ما أمكن يوجدوا له شي حل إن شاء الله في المستقبل لأنه كيعاني راه يعني كما كتشوفوا كما كيقول هو يعني كيعيش في واحد القاره على حسب الكلمه ديالو فنتمنوا ليه الخير ان شاء الله الى هنا غنخليكم على خير ان شاء الله والى كما كتشاهدوا احنا في وسط مدينه بني بوعياش المدينه اللي كتبان لنا خاويه يعني لا تجاره ولا
لو هم يحزنون فانتم مسؤولين يعني انهم يقول لك يمين من بعد درهم درهم منه هذه الحلوه كتصنعها بيدك نعم نعم صانع حلويات بالسبعينات ماشي عاد دابا دابا كثروا الحلويات ما بقيناش كناكلوا معاهم الخبز كاع ها مخبزه شكون غادي يديها فيا انا هنا في الشارع مخبزه سخونه هذه مخبزه انا ما عندي لا مخبزه لا حانوت ولا مليوح في الشارع